What's up friends، ان شاء الله تكونوا كويسين يا رب. لو دي اول مره ليكوا على الشانل، انا لارا واهلا بيكم معانا. تنظيم تحت الحوض ده بيبقى فعلا غلس، لانه بيبقى دولاب ضلمه وبيبقى غويط وبيبقى فيه بقى كل البلامينج اللي هي نازله من الحوض، وبيبقى ساعات فيه الحوض نفسه لو عندكم اندر ماونت سينك زي اللي عندي ده، فما بيبقاش عندنا سبيس كتير، وفي نفس الوقت السبيس بيبقى فيري اوكورد. عشان بقى نحل المشكله دي لازم نلعب بالسبيس اللي عندنا، نستغل المساحه الفيرتيكال اللي في الدولاب، وفي نفس الوقت نجيب حاجات نقدر يعني باسكت او دروج او حاجه كده عشان نوصل للحاجات الغويطه اللي ورا. فتعالوا معايا النهارده هوريكم انا نظمت تحت الحوض ازاي، وهديلكم كام فكره ممكن تساعدكم في تنظيم تحت الحوض عندكم. فيلا نبتدي. انا اوريدي كنت مفضيه الدولاب، فدلوقتي هنضفه قبل ما ابتدي انظمه. لو تفتكروا الاسبوع اللي فات في الفيديو بتاع البانتري كنت قلت لكم انا بحط الشلف لاينرز في الدوليب، بس تحت الحوض بقى انا بحب احط زي بلاستيك برضو علشان يبروتكت الكابنت بتاعتي من انه لو في اي برودكت وقع عليها او لو حصل ليك في المواسير اللي تحت الحوض. انا جبت لاينر معمول مخصوص لتحت الحوض. الحلو في ده انه بيبقى اعرض فبياخد المساحه كلها، الغوط كله، وفي نفس الوقت الماتيريال بتاعه بيبقى اتخن وبيبقى احسن. طبعا زي اي لاينر بتحطوه في الدواليب لازم تفصله على قد الدولاب، فهو ده اللي انا هعمله دلوقتي. هقص من كل النواحي وحوالين البايبس اللي ورا علشان ادخله كويس في الدولاب. في ناس كتير بتلاقوا الدولاب اللي تحت الحوض عندهم ده مشكلة كبيرة، لانه بيتحط فيه اي كراكيب وخلاص مش المفروض تكون فيه. الدولاب ده المفروض نحط فيه بس الكلينينج برودكتس، كل اللي هو محتاجينه عشان ننظف فيه البيت، وننظمه بطريقة ان احنا نبقى شايفين كل حاجة، وكل حاجة accessible very easy، ممكن امد ايدي واجيبها من غير ما اضطر اني اطلع كل مصارين الدولاب علشان اوصل لحاجة ورا مثلا. فاول حاجه لازم تعملوها قبل ما تبتدوا تورجنايز تحت الحوض، جو ثرو كل الحاجات اللي عندكم دول واخلصوا من اي حاجه مش مكانها في الدولاب ده. يعني خلوا بس الحاجات اللي انتوا بتنظفوا فيها، واي حاجه تانية مش المفروض تكون هنا لاقولها مكان تاني تقعد فيه. ابتدوا بصوا على الدولاب عندكم وشوفوا السبيسز اللي عندكم اللي لازم تملوها، وابتدوا فكروا ايه الكونتينرز او الحاجات اللي ممكن تستعملوها علشان تنظموا الحاجه فيها. زي ما انتوا شايفين على يمين وشمال الحوض بتاعي في زي سبيس رفيع كده وطويل، فده هيبقى بيرفكت اني احط فيه الدراينج ماتس بتوعي اللي بستعملهم عشان اصفي عليهم المواعين لما بغسلها، لان انا ما بحبش اخلي مصفى على الكاونتر تبقى شكلها مكركب. فدي الحلو فيها انه لما المواعين بتنشف وبتتشال هي كمان بتتطبق وبتتشال. العلبة الطويلة والرفيعة دي هتيجي بيرفكت على الشلف الصغير اللي تحت الحوض، فدي قررت اني احط فيها الاس او اس بادز بتوعي. وتيب ليكو قصوهم بالنص، لانه عمرنا ما بنستعمل واحده كامله، فده هيخليكوا توفروا في الاس او اس بادز. I highly recommend انه الاورجنايزرز اللي تختاروهم لتحت الحوض يبقوا شفافين، او اتليست يبقوا مفتوحين من قدام علشان تشوفوا كل حاجه فيه، لان هو already مكان ضلمه جدا واكورد انه تنزلوا له تحت وكل ده، فا اتس ايزير لما بتبقى الحاجه محطوطه في علب شفافه. دي فعلا الشرابات بتاعت ابني اللي صغرت عليه، انا بخليها علشان بنضف فيها، بحطها على السويفر وانز بتوعي اللي عندي. انا كنت زمان بجيب الريفيلز اللي هي بتعملوا فيها داستنج وبترموها دي، بس انا بطلت استعمل سنجل يوز ايتمز او اللي هي الحاجات اللي بتستعمل مره واحده، فدي بستعملها لتنظيف اي كورنرز بتبقى بعيده او بيبقى صعب اني اوصل لها بفوطه او بدستر عاديه. انا جبت العلبة الشفافة دي عشان افضي فيها البادز بتاعت الديش واشر بتاعتي. العلبة اللي هما بيجوا فيها عندها مشكلتين، اولا انها بتخربش الايد لما باجي اجيب واحدة من جوه،
وتاني حاجة انها بتبقى اوبيك ما بشوفش جواها، فما بعرفش لما بيبقوا البادز قربوا يخلصوا. زي ما انتوا عارفين انا برمي بواقي الاكل في الاورجانيك ويست. انا عندي الجردل الصغير اللي محطوط على الكاونتر ده اللي يوجلي بحط فيه الاكل، ولما بيتملي بحطهم في البراون باكس دي اللي بتطلع في الزبالة الاورجانيك. بس البراون باكس دي مشكلتها انه يعني صعب انها تتحط في حتة واحدة، فانا لقيت الكنتينر ده بيرفكت اقدر احط فيه كل البراون باكس بتاعتي، وفي نفس الوقت اقدر احط كمان اكياس الزبالة اللي انا بستعملها. انا بستعمل مايكروفايبر كلوث في اغلبية تنظيف البيت. الحلو فيه ان هو بيمتص المية حلوة قوي، very absorbent، وفي نفس الوقت هو فيه كهربا ستاتيك فبيلم التراب جميل جدا. هشيل الريسايكلينج باكس بتاعتي من العلبة بتاعتهم عشان اقدر احطهم على الشلف الصغير اللي تحت الحوض. التراش كان دي هحطها تحت الحوض علشان احط فيها اي فوط عايزة تتغسل. عشان تستغلوا المساحة الفيرتيكال في الدولاب، يا اما جيبوا دروج يا اما حطوا الرايزرز دي زي اللي انا حطاها، وحطوا حاجة تحتيها وحاجة فوقيها. انا كان نفسي طبعا اجيب الدروج اللي هي الشفافة دي، بس الصراحة لقيت الدرج منهم $36، ف there's no way ان انا كنت هشتري درج عشان احطه تحت الحوض $36، ما كانش هيحصل. فالورك اراوند انه تجيبوا رايزر وتحطوا كونتينر من تحت بيتشد وكونتينر من فوقيه، فبيدي نفس الايفكت بتاع الدرج بس طبعا بفراكشن اوف ذا برايس. طبعا ممكن تجيبوا الحاجات اللي هي بتتستاك فوق بعض. انا اساسا الاثنين كونتينرز اللي تحت دول هما ممكن اركبهم فوق بعض، بس انا المشكله في موضوع التركيب فوق بعض من غير ما احط الرايزر ده انه كل مره هبقى عايزه اوصل للحاجه اللي تحت لازم اشيل الحاجه اللي فوق عشان اوصل للحاجه اللي تحت وارجع احطها تاني، فطبعا دي مش اكتر حاجه convenient او accessible. هنا هستعمل الليزي سوزن او الصينيه اللي بتلف عشان احط عليها الكليننج برودكتس بتاعتي كل الازايز واقدر اوصل لهم بكل سهوله. زي ما انتوا عارفين انا ما بستعملش هارش كيميكلز عشان انضف بيتي، انا بعمل ماي اون كليننج برودكت، بس لو حصل وجبت برودكت من السوق لازم اميك شور انه يبقى نون توكسيك وانه يبقى بايو ديجريدبل. انا جبت الباسكت دي، هي يوجلي بتتحط في الحمامات عشان يتحط عليها الشامبو وكده، بس انا هشيل منها السكشن كابس اللي ورا وهعلقها على الباب علشان احط فيها مريالة المطبخ. انا هستعمل الكوماند هوكس دول علشان اعلقها، دول حلوين قوي انهم بيتلزقوا وممكن يتشالوا بكل سهولة وما بيبوظوش الكابنتس بتاعتكم. بالنسبة للجوانتي بتاع المطبخ ممكن يا اما تجيبوا كليب كده وتعلقوه على الهوك ده، او انا لقيت اللي هما زي مشابك كده برضو تبع كماند ممكن بيتلزقوا على الكابنت ومجرد اني اعلق فيهم الجوانتي. يكون عجبكم اخر فيديو في السيريز بتاعتنا بتاع تنظيم المطبخ. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان ما يفوتكوش الفيديوهات اللي بنزلها كل اسبوع. شكرا جدا لمشاهدتكم النهارده، وهشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.